knees of
يشكرون واتخذ من الالهه لعلهم سنسال يستطيعون قلصهم طوالا لا يستطيعون نصرهم وهم لم يقدرون فلا يحزنكم ان اعلم ما يعلمون اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين وذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يحيي الحجاج من يحيي من قل يحيي الازازي أنشأها عالم مرة وهو بكل كل عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر فإذا أنتم تنبتون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بكبد على يخلص له بلى وهو ذو الخلق العليم إنما أمر إذا أراد شيئا أن يكون له فيكون فاستوى على الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.